ما هو ضابط الكرامات التي تحصل للإنسان؟ الكرامات إذا كانت مع الصلاح والاستقامة فهي عون من الله سبحانه وتعالى لمن تجري على يده، أما إذا كانت مع الشعوذة والخرافات فهي من الشيطان وليست من الله، إنما هي أعمال شيطانية من أجل أن يغري الناس بهذا الشخص. أما إذا كانت مع الصلاح والاستقامة والدين فهي كرامة من الله. الله جل وعلا يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله المؤمنون المتقون. أما أعوان الشياطين والسحرة والكهان والمخرفين فهؤلاء من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الله، فما يجري على أيديهم إنما هو أعمال شيطانية وسحر وشعوذة ليست كرامات. نعم.